C'est ça, ouais. السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم يا جماعة؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله بخير. أنا محمد مناف The 5-0 Coach. هذا الفيديو اللي وعدكم فيه الأسبوع الماضي، يمكن أكثر من الأسبوع الماضي، يمكن صار له شيء 10 أيام. أنا بعتذر على التأخير، ولكن برنامجي كتير 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 مضغوط يا جماعة، واضطريت إني أساوي الفيديو هالأسبوع. تمام؟ ما بدي طول أكثر من هيك. الفيديو أوريدي رح يكون طويل، فيه معلومات كتيرة، فيه تفاصيل بالضبط. رح أحكي بالضبط اللي حكيته في البوست. أنا حكيت رح الترانسفورميشن اللي عملته، التحول اللي عملته خلال تقريبا 6 شهور. عملت الدايت اللي عملته، الكورس اللي مشيت عليه، والتمارين، تمارين بسيطة كتير، ما عملت شيء مختلف عن طبيعي. اللي حيكون الأساسي حيكون الحديث هو عن الكورس وعن الدايت اللي مشيت عليه. تمام؟ أنا بهديك الأيام هذا الفيديو اللي شفته كان تقريبا ب 2016 2017، فصار له تقريبا 2 سنين. هذيك الوقت كنت ماشي مع هوان موريل، كان هو الكوتش تبعي، انسان والنعم منه، انسان كتير استفدت منه، كتير استفدت من الكورس تبعاته. واكثر شيء استفدت انه يوم تكون ماشي مع كابتن بتكون ملتزم اكثر، بتكون ماشي على خطه 100%. كل اسبوع عندك تشيكينجز، كل اسبوع عندك بده يشوف الدايت تبعك كيف. كل شهر كنا نحكي سكايب، كنا نحكي فيديو. فهالمتابعه هي بتساعدك، انه بساعدتني انه اكون انا سيريس اكثر، خلي ماشي على خطه نظاميه بشكل نظامي اكبر. تمام؟ فهذا اللي كثير انبسطت فيه مع هوان، بتشكره كثير. هوان كان مدربي لاكثر من 2 سنين وصديقي، نحن هلا اصدقاء الحمد لله، انسان كثير كثير طيب وكثير محترم. ولكن هلا حابب اعمل تجهيز لحالي. المهم، هذيك الفتره التجهيز اللي عملته بهداك الوقت كان بحدود 6 شهور. شو سويت بالضبط رح احكي بهذا الفيديو. ولكن يا جماعة، انا من النوع اللي انتم متابعيني القناة صار تقريبا 3 سنين، انا ما بكذب على حدا، انا بحكي الواقع وما بدي اخبي على حدا، ما في داعي اخبي على حدا. تمام؟ اذا انا عملت هيك ب6 شهور، ما معناته انت رح تقدر تعمل هيك ب6 شهور. ليش؟ لانه انا اللي صار معي اول شيء بسبب ليش وصلت لهالمستوى المتدني هذا، صار عندي دهون كتير، وصار عندي يعني خسرت عضلات كتير. السبب يا جماعة انه رحت عملت عملية، صار عندي التهاب، كان واحدة من الضربات اللي ماشي فيها، كنت ضارب ضربة فوق الضربة القديمة، فبتكون المنطقة already irritated، يعني متحسسة ومتضايقة كتير، وجيت انا غلط الحق علي، ضربت رحت رجعت فوق الضربة القديمة. تمام؟ فهذا الغلط اللي عملته انا، المنطقة صار فيها التهاب كتير، وكنت بشيب كتير كويس، رح أحط لكم الصورة، كنت تقريبا بمستوى كويس قبل العملية، ولكن سبحان الله قدر الله ما شاء فعل، يعني اجت الضربة هاي خربت علي، صار عندي ورم كتير كبير. رحنا على المشفى، رحت على المشفى، كنت متأخر اوريدي، صار لي اسبوع عم حاول اخذ انتيبيوتيك واخذ مضاد التهاب وكذا، ولكن ما عاد استفدت شيء. رحت على المشفى، الدكتوره قالت لي لا، هذا الالتهاب كثير كبير، لازم تعمل عمليه. تمام؟ فوقفت عن العمليه، سوري، وقفت عن التمرين وبديت بالعمليه مباشره. بعد خلال يومين بدينا العمليه، واللي صار انه يا جماعه كنت انا على كورس ماشي اوكي. هلا اثناء الكورس بتاخذ كميه تستوستيرون كبيره، بعد الكورس بتعمل شيء اسمه بي سي تي. انا خلال وقت الفتره اللي استوعبت انه عندي فيها مشكله، وصرت روح على المشفى وشيك، وقفت الكورس نهائيا، فمستوى التستوستيرون نزل عندي خالص. تمام؟ بالاضافه لانه جسمك وانت مريض بيحاول يحافظ على الدهون ويعمل ووتر ريتينشن لسبب ما بعرف والله ليش، بس الجسم سبحان الله بس يكون مريض وتعبان بيعمل دهون زياده وبيحافظ على ووتر ريتينشن زياده. تمام؟ هي بسموه سرفايفل مود، الجسم بيحاول ينجو يعني بشتى الطرق. من ضمن الطرق يلي الجسم بيحاول ينجو فيها هي انه بيحاول يحافظ على الدهون والمي. تمام؟ هي شغله ثانيه.
شغلة التالتة انه اثناء العملية، سوري بعد العملية، اثناء ما كنت بالمشفى بعدها بيومين كنت طول الوقت على جلوكوز، يعني هاي الاي في محطوطة هون وطول الوقت جلوكوز عم يدخل بالجسم عشان ريكفري، تمام؟ فهي كمان شغلة كتير بتأثر، كتير بتعمل دهون. وزائد الشغلة الاساسية اللي انا حكيت عنها قبل، انه مستوى الاستروجين بيطلع بس الجسم بيصير في حالة ستريس، ومستوى التستوستيرون اوريدي نازل لاني كنت مخلص كورس ومالي عامل بي سي تي. فكل هالعوامل هاي خلت جسمي يتدنى من المستوى اللي شفتوه بالصوره الاخيره لمستوى يلي طلعت منه بعد المشفى خلال فتره بسيطه، خلال فتره اسبوعين او ثلاثه، تمام؟ فلذلك ما بدي اوعدك اكذب عليك انه انت اذا بتعمل نفس الشيء خلال 6 شهور رح توصل لنفس المرحله، تمام؟ انا كنت مستواي اوريدي الحمد لله كنت بمستوى كويس، ما بقول انه مستوى واو يعني، ولكن كان مستوى لا باس فيه. فقطعت وعم حاول ارجع بمستوى كويس بعد العمليه، تمام؟ فهذا يلي بلشت فيه بعد العمليه خطوه خطوه، كلها كتبتها، كلها عندي اياها ايميلات، ولكن ما بدي اقعد افتح الايميلات ودور عليهم، كلها كتبتها هون رح نحكي عنها بالضبط، تمام يا جماعه؟ اذا بدك هلا انت كيف تستفيد من هالفيديو، انت كيف تستفيد من هالفيديو، تقعد تكتب هالمعلومات هي اللي بدي احكيها. انا هالقصص هي دافع حقها مصاري، تمام؟ انا عم بعطيها هي عشان الناس تتعلم. انا هي الشغلات مشيت فيها وجربتها وعطتني نتيجة كتير كويسة، ولكن بدك تنتبه على هالموضوع سوري بدك تنتبه على هالموضوع. انت وزنك ماله مثل وزني، انا وزني تقريبا بحدود 122-123 كيلو، تمام؟ انا طولي 189 سنتيمتر، يعني يمكن الحجم يفرق، فانت يمكن احتياجك للبروتين واحتياجك للكربوهيدرات والدهون يكون غير عني، تمام؟ فأنا علمتكم بفيديوهات تانية كيف تحسبوا احتياجكم، احسب احتياجك ورتب هذا الدايت اللي راح احكيه هلا، رتبه بحسب احتياجك انت، تمام؟ امشي معي، جيب ورقة وقلم، عشان ما كل مرة بدك تعمل دايت تفتح الفيديو وتقعد تدور عليه ساعة، جيب ورقة وقلم هلا. لو ما عندك ورقة وقلم انا بنصحكم اعمل باوز للفيديو، روح جيب ورقة وقلم اكتب بالضبط شو عم بعمل مشان تمشي عليها بشكل بي 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 بدقة تامة، تمام؟ يكون عندك مرجع تمشي عليه. طيب اول دايت مشيت عليه هلا، شوف مثل ما شفنا انا طلعت من المشفى حالتي كتير تعبانه، عندي دهون كتير، خسرت عضلات كتير، فاول تركيز كان بالنسبه لنا هو نخسر شويه دهون، لانه كنت اعمل كارديو تقريبا يوميا، بديت بحدود ال 30 او 35 دقيقه، اوكي؟ بالاضافه لهالدايت يلي ماشي عليه لفتره 6 اسابيع، اول 6 اسابيع كنت ماشي على هذا الدايت. اكتب الوجبة الأولى كانت 125 جرام كريم اوف رايس أو 2 كوب أوتس، تمام؟ 125 كريم اوف رايس يا جماعة بأمريكا كتير بيستخدموه، عنا هون ما كتير معروف، اكتبوا في جوجل كريم اوف رايس بتلاقيه، إذا ما حبيت الكريم اوف رايس هو طيب أنا جربته عجبني ما بشي. بحب الأوتس أكتر لأنه بكون جوعان، الأوتس بيشبعك شوي أكتر، تمام؟ فأنا بشوف الأوتس شوي أظرف يعني. المهم الفطور هو 2 كوب، اوكي؟ 2 كوب معناتها 100 جرام شوفان، اوكي؟ اذا انت ما بتخربط بالكوب وبالاونسه وكذا، اكتب 100 جرام شوفان الوجبه الاولى، زائد 2 هول ايجز بيضتين كاملين، زائد 10 بياض بيض، هاي الوجبه الاولى، تمام؟ الوجبه الثانيه كانت 240 جرام لحم احمر، زائد كوب ونص رز، يعني كوب ونص اكتب لا اله الا الله، اكتب 150 جرام رز، تمام؟ 150 جرام رز او 350 جرام بطاطا مشويه او مسلوقه، بطاطا مشويه او مسلوقه 350 جرام، هي ثاني وجبه. الوجبه الثالثه حتكون 240 جرام صدر دجاج او ديك حبش، اذا انت بتحب الديك الحبش او بتقدر يعني تجيب ديك حبش وتاكله، هو اغلى شوي ولكن انت وقدرتك يعني وانت وخياراتك، او صدر دجاج العادي، تمام؟ 240 جرام بالإضافة ل 150 جرام رز أو 350 جرام بطاطا، تمام؟ نفس الموضوع 150 جرام رز أو 350 جرام بطاطا. الوجبة الرابعة 240 جرام دجاج أو تركي، نفس الموضوع، يا أما ديك حبش يا أما دجاج. هون قللت شوي الكارب، 100 جرام رز أو 250 جرام بطاطا، تمام؟ هلأ صار وقت التمرين. بالتمرين السبليمنت يا جماعة اللي استخدمناها بداك الوقت كانت كتير بسيطة، بس عبارة عن كرياتين، جلوتامين، BCAA ومالتي فيتامينز أخذهم الصبح بس، ما كنت أخذ بروتين، ما كنت أخذ أي شيء أكتر عن هيك. BCAA أثناء التمرين، pre-workout قبل التمرين، وكرياتين وجلوتامين قبل وبعد،
تمام، 5 جرام قبل التمرين كرياتين او وجلوتامين 5 ل 5، ونفس الشيء بعد التمرين. تمام، هلا الوجبه يلي بعد التمرين يلي هي مش شيك، ما كنت اخذ بروتينات اثناء التجهيز نهائيا. تمام، وجبه بعد التمرين كانت 240 جرام لحم زائد 200 جرام رز او 400 جرام بطاطا، كانت وجبه كربوهيدرات كبيره عشان تعمل لك ريكفري بعد التمرين. تمام، هاي الوجبه الخامسه. الوجبه السادسه هي 10 بياض بيض زائد بيضتين كاملين زائد معلقة واحدة بينت باتر، زبدة فول السوداني. ولكن وقت اللي احكي زبدة فول سوداني في بودي بيلدينج ما عم نحكي على فول السوداني اللي تروح تشتريه من محل العادي سوري اللي فيه سكر وهالامور. زبدة الفول السوداني حاول تلاقي نوع اورجانيك يلي ما عليه شوجر، ما مضاف له شوجر ابدا. تمام، هذا هي هي زبدة الفول السوداني يلي بتساعدك. هذا هو الدايت يلي مشيت عليه اول 6 اسابيع. هلا كمل كتابة الست أسابيع الثانية، سوري الدايت الثاني بلشت من الأسبوع السابع، كمل معاي تقريبا لا قبل آخر التجهيز بشهرين، يعني كمل معاي طول هالفترة. أوكي، هذا هو الدايت اللي مشيت عليه فترة طويلة. هون رح تلاحظ إنه نسبة الكربوهيدرات نزلت كتير. تمام، دقيقة بس بدي أجيب مي. سوري عطشت الفيديو. الحمد لله. طيب جماعة، وصلنا على الأسبوع سوري على الدايت الثاني يلي مثل ما حكيت، هذا الدايت كمل معاي من الأسبوع السابع لا تقريبا قبل نهاية الدايت بشهر ونص. يعني هذا الدايت يلي مشيت عليه معظم الفترة. اكتب، جيب كمان ورقة وقلم، كمل كتابة. الوجبة الأولى 50 جرام شوفان زائد 12 بياض بيض. الوجبة الأولى 50 جرام شوفان زائد 12 بياض بيض. تمام، الوجبة الثانية 240 جرام لحم زائد بيضتين كاملين ما في كربوهيدرات. اوكي، واذا لاحظتوا النزلة كانت كبيرة من الوجبة من الدايت الاول للدايت الثاني، كان في قفزة كبيرة، يعني ما نزلنا الكربوهيدرات بشكل تدريجي. هلا ما بدي اقول انه بتفق وما بتفق، يعني الزلمة الكوتش تبعي وبصراحة لقيت نتيجة حلوة. تمام، ما كل المدربين بيمشوا بنفس الاسلوب. انا مثلا لو عم بمشي عن حالي، انا هلا عم جهز حالي، عم بمشي باسلوب تاني وفي نتائج الحمد لله كتير كويسه. تمام، ولكن خلص انا ماشي مع مدرب بدي اسمع الكلمه، قال لي نزل الكارب، نزلت الكارب، كان نزله كبيره ولكن whatever، خلص انا عم بدفع له مصاري عشان يعمل لي الدايت، صح؟ ما يعني شو الفكره اني ادفع مصاري وما امشي على البرنامج. المهم، الوجبه الثالثه 240 جرام صدر دجاج، 120 جرام رز، او بدل 120 جرام رز بتاخد 180 جرام بطاطا، هون في شويه كربوهيدرات. الوجبه الرابعه 240 جرام دجاج زائد 30 جرام الموندز اللي هي اللوز. تمام، اللوز 30 جرام لوز. وجبه التمرين قبل التمرين بيعطيك شويه دهون مشان يكون مستوى السكر عندك ثابت ستيدي اثناء التمرين، وهي حركه ذكيه، حركه حلوه هاي. هلا اثناء قبل التمرين بتاخذ بري ورك اوت، اثناء التمرين بتاخذ بي سي اي اي بدون كربوهيدرات. دائما كان يركز لي على هالنقطه هي، دائما يقول لي نو كاربس وايل تريننج. اثناء التمرين دائما كان ما يعطيني كربوهيدرات، سو اي ثينك اتس ا جود ايديا، لانه لقيت عليها نتيجه حلوه. وانا بصراحه مشروبات الكربوهيدرات بشكل عام ما بحبها، ما بعرف ليش، بشوفها بتشتغل مع الناس يلي هن كتير سكيني، كتير ضعاف، جسمهم كتير كتير صعب يعمل حجم. تمام، ولكن مع الشخص يلي بده ينزل دهون ما بنصحه ابدا ياخذ فيتارجو او غير هالقصص هاي. ما بعرف، انا عم بحكي عن حالي، شفتها مناسبه للناس اللي عندهم حاجه لانه يعملوا حجم كتير ضعاف، ولكن ما شفتها مناسبه ابدا للناس اللي عندهم دهون. اوكي، هاي عن تجربه شخصيه. هلا الوجبه الخامسه 240 جرام لحم زائد 120 جرام رز او 240 جرام بطاطا. تمام، هي وجبه بعد التمرين كمان فيها كربوهيدرات. الوجبه الاخيره هي عباره عن 10 بياض بيض زائد بيضتين كاملين، كمان مصدر بروتين ومصدر دهون قبل النوم، عشان نفس الموضوع، عشان يكون مستوى السكر عندك ثابت اثناء النوم. بالاضافه لشغله حلوه كتير، انه الدهون بتبطئ استهلاك البروتين، بتبطئ امتصاص البروتين. تمام، هي شغله كتير كويسه. هلا الدايت يلي مشينا عليه في نهايه الكورس،
هذا هو الدايت يلي مشينا عليه آخر شهر ونص لشهرين، أتوقع كان شهر ونص 6 أسابيع، تمام؟ وهذا الدايت فيه شغلة يا جماعة، هذا الدايت اللي عملناه آخر فترة كان كارب سايكلينج، فضروري تنتبه على هالفكرة هاي. الدايت اللي رح أحكي لك إياه هلأ كنا نمشي عليه سبت أحد ثلاثة أربعة جمعة، سبت أحد ثلاثة أربعة الجمعة، هذا الدايت كنا نمشي عليه 5 أيام. التنين والخميس على السنة كنا نرفع الكربوهيدرات، تمام؟ ما بعرف ليش والله هو هيك قال لي تنين وخميس، لأنه عندك ظهر ورجلين، كان هالأيام هي عندي ظهر، يمكن كان التنين عندي يوم ظهر والخميس كان عندي رجلين. مزبوط، كنت الخميس كان عندي رجلين، كنت موت حالي على الآخر عشان يوم الجمعة ما عندي شيء أقعد بالبيت ارتاح، أوكي؟ فالمهم تنين وخميس كان عندنا كربوهيدرات، بس باقي الأيام بدون كربوهيدرات، كتير نسبة كاربس كتير بسيطة، هلا رح أحكيها. إذا هذا البرنامج اللي هو سبت أحد ثلاثة أربعة جمعة، الوجبة الأولى 50 جرام شوفان زائد 12 بياض بيض، الوجبة الثانية 240 جرام تيلابيا، تيلابيا هو سمك، أوكي؟ نسيت والله شو اسمه بالعربي، له اسم أنا ترجمته وقتها لأنه كنت روح أشتري من هون من كارفور، والله نسيت، اكتب هلا بجوجل تيلابيا بيطلع لك شو اسمه بالعربي. المهم 180، الوجبة الثالثة 180 جرام صدر دجاج، 120 جرام بروكلي أو أسباراجس اللي هو الهليون، تمام؟ الهليون يا جماعة كتير ظريف، غير عن أنه يعني مصدر فايبر كويس، الهليون بيساعدك كمدر بول، بيخلي الجسم يتخلص من الـ من الـ من احتباس السوائل الزائد اللي عندك. كل المواد اللي عم تاخدها خصوصي لو انت على ستيرويد، الجسم بيحتبس سوائل، تمام؟ فالاسبرغس بيساعدك تطلع احتباس السوائل بشكل طبيعي. اذا هاي كان الوجبة الثالثة. الوجبة الرابعة 180 جرام صدر دجاج زائد 90 جرام اسبرغس، بتقدر تطبخ الاسبرغس على فكرة، بتقدر تحط شوية شو بيسموها هي كوكونات اويل، زيت جوز الهند، وتقليف المقلاية كتير بيطلع طيب، حط له بهارات اللي بدك اياها، ملح فلفل شو ما بدك. هاي كانت الوجبه الرابعه. الوجبه اللي قبل التمرين هي كالعاده بري ورك اوت، بتحط مع كرياتين وجلوتامين، اثناء التمرين بي سي اي بدون كربوهيدرات، بتخلص بتاخذ كرياتين وجلوتامين بعد التمرين، او بتقدر تاخذهم اثناء التمرين. هو ما كان يحب يعطيني اياهم اثناء التمرين، كان يقول لي خذهم بعد التمرين، بس كنت اخذهم اثناء التمرين احيانا، مش مشكله. المهم الوجبة الخامسة 240 جرام تيلابيا، نفس السمك اللي حكيت عليه، 150 جرام رز أو 200 جرام بطاطا، بالإضافة ل 90 جرام أسبرغس كمان. الوجبة الأخيرة كانت عبارة عن 10 بياض بيض بالإضافة ل 2 بيضتين كاملين يعني مع الصفر، تمام؟ هاي الدايت يلي مشينا عليه آخر 6 أسابيع بالأيام اللو كارب. مثل ما حكيت هذا كان كارب سايكلينج، الأيام اللو كارب هو هذا البرنامج اللي هلا حكيته، تمام؟ التنين والخميس كان عندي يوم التنين ظهر كنت زيد الكربوهيدرات، والخميس كان عندي رجلين كنت زيد الكربوهيدرات. شو يعني زيد الكربوهيدرات؟ أكل 1000 جرام؟ لا، كان التنين والخميس ضيف 80 ل 100 جرام رز مع كل وجبة من عدا الوجبة الأخيرة. بس الوجبة الأولى فيها 50 جرام أوتس بتتم مثل ما هي، الوجبة الثانية الثالثة الرابعة والخامسة يعني 4 وجبات ضيف عليهم من 80 ل 100 جرام رز مع كل وجبة. بس هي بالنسبة للتنين وبالنسبة للخميس، يعني حتى إنه كارب سايكلينج كمان ما كان يعني كتير هاي كارب، تمام يا جماعة؟ كان شوي إكستريم، ولكن أنا جسمي بعرفه بيعذب لبين ما ينشف، فاضطرينا نروح بهالأسلوب، تمام؟ هلأ هيك بنكون خلصنا الدايت يلي مشيت عليه تقريبا فترة 6 شهور. كل الست شهور كان التشيت ميل عندي يوم الجمعة أو يوم السبت بحسب البرنامج. عادة كنت حب أنا يوم ال أنا كنت حب يوم الجمعة أعمل شغلة، روح على النادي. هي قبل ما أتجوز كنت لحالي عايش، فكنت روح على النادي أتمرن رجلين، كان بالعادة الخميس ما أعمل شيء، الجمعة روح على النادي خلص تمرين الرجلين واخذ التشيت ميل بعد التمرين مباشرة، تمام؟ هيك كنت اشتغل، اوكي؟ بعدها صرت خلي مثلا يوم الجمعة كلياته راحة، والسبت خلي التشيت ميل، اوكي؟ كنت انت بتقدر تختار التشيت ميل بحسب الوقت اللي يناسبك، بحسب برنامجك، بحسب امتى طالع مع رفقاتك مع اهلك الى اخره، تمام؟ ما تلتزم بالتشيت ميل، ما تمشي مثل ما انا مشيت، يعني التشيت ميل اتس اب تو يو، انت تستفش لما بدك اعملها، تمام؟ طيب
قبل ما احكي عن الكورس بدي احكي عن موضوع التمرين. انا يا جماعه الفتره اللي جهزت فيها صورت فيها تماريني بشكل كامل، حطيتهم في بلاي ليست في قائمه هلا في يوتيوب، بس تخلص هذا الفيديو بتقدر تتفرج عليهم. اسمهم التمارين اثناء التنشيف والتجهيز الى على بطوله، اوكي؟ اثناء التنشيف كل التمارين بالضبط اللي مشيت عليها خلال هالفتره صورتها وحطيتها بفيديوهات كتير حلوه كتير بروفيشنال، وبتعلمك بالضبط شو امشي عليه، تمام؟ عشان ما اقعد احكي بالضبط. المختصر انه ما في تمرين يعني كتير سبيشال للتنشيف. التنشيف هو كلياته عباره عن دايت وكارديو. عفوا اسف ما بعرف شو صلي. المهم التنشيف يا جماعة هو كلياته بالكارديو وكلياته بالدايت، أساس التنشيف الدايت، فما في برنامج تنشيف يعني برامج معينة بتروح تتمرن 1 2 3 تنشف. خلص الفيديو وروح تفرج على الفيديوهات تبع التنشيف، التمارين أثناء فترة التنشيف رح تلاقيها أنه برامج عادية جدا. الحركة الفلانية 3-4 جولات، الحركة الثانية 4-5 جولات، هاي سوبر سيت، هاي دروب سيت، برامج عادية جدا، ما تخلي حدا يضحك عليك يقول لك هذا برنامج تمشي عليه بتنشف. التنشيف كله من الأكل، تمام؟ هيك أكون اختصرت موضوع التنشيف، سوري التمرين أثناء التنشيف، لأنه ما بقدر أقعد أحكي التمارين كلياتها لمدة 6 شهور، تمام؟ شوف الفيديوهات بتمنى تعجبكم. طيب يا جماعة هلأ بنكون خلصنا شغلتين أساسيتين، بنكون خلصنا التمرين وخلصنا البرنامج الغذائي. هلا بدي احكي بالكورس يلي كنت اخده، الكورسات الستيرويدز اللي كنت اخذها اثناء فترة التجهيز. انا اضطريت خلي الكورسات اخر شيء لسبب، لانه في جماعه بتتحسس كثير من موضوع الكورسات، ليش عم تشجع على الهرمونات وليش عم تشجع على الكورسات وليش عم تشجع. معلم اذا انت كثير بتخاف من هالموضوع وبتتحسس زيادة عن اللزوم، أول شيء أنت شايف وقت اللي فت على الفيديو، أنا كاتب في الفيديو كاتب في العنوان إنه من ضمن المعلومات اللي حتشوفها هي الكورس، فأنا ما غدرت فيك يعني ما فوتك على الفيديو بعدين قلت لك الكورس. أنت فايت لهون بإرادتك، يعني إذا ما بدك تفوت تسمع مواضيع عن الكورسات تقدر كنت تتجاوز الفيديو، تمام؟ بس كونك هلأ صرت هون وأوريدي عم تسمع الكورس، هلا انا عم نبه هالناس، هي الجماعه يلي بتتحسس كثير من الكورسات وبتتضايق من موضوع الكورسات. انتوا شفتوا اللي حكيته بموضوع الدايت وشفتوا اللي حكيته بموضوع التمرين، تمام؟ اذا هالمعلومات بتكفيكم بتمنى الفيديو يكون عجبكم وتيسر، الله يعطيك العافيه. بس اذا بدك تقعد تسمع هلا من هلا ورايح شو اخذت الكورسات وتقعد تقول لي ليش عم تشجع على الكورسات وليش ومدري شو وتبلش تسبسب، فخلي هالعلم لحالك وتيسر وخلي الفيديو الله يخليك، تمام؟ يعني لاقي لك فيديو تاني ما احكي على الكورسات. اولا انا ما غدرت فيك فوتك على الفيديو، انا كاتب في كورسات في الفيديو في ضمن هذا الفيديو. ثانيا انا عم بحكي انا خليت قصدا يعني انا تعمدت اني خلي الكورسات اخر مقطع، لانه اوريدي الناس اللي ما بدها موضوع الكورسات بتكون استفادت من الدايت واستفادت من التمرين، تمام؟ فلذلك من هلا ورايح يعني approach at your own risk، حق عليك. المهم الكورس يلي بدينا فيه يا جماعة، هذا الكورس بدينا فيه من 15 أسبوع قبل نهاية التجهيز، تمام؟ قبل هيك كنت أنا ماشي سايكل بسيط جدا، كان عبارة عن بروبيونيت وماسترون وكل مرة كنت غير وكذا، فأنا ما حبيته وما لقيت نتيجة عليه صراحة حلوة فما حبيت أذكره. الكورس يلي هلأ فعلا لقيت نتيجة عليه هو الكورس يلي مشيت عليه آخر 15 أسبوع، تمام؟ فهذا هو رح أحكيه هلأ بالتفصيل. الكورس بيبدأ من الأسبوع الخمستاش للأسبوع العاشر كالتالي، يعني الأسبوع الخمستاش، 14, 13, 12, و11، الخمس أسابيع كوكو شايفين عم تشرب مي. الخمس أسابيع هدول اللي في بداية السايكل هن كالتالي، كانوا 250 سستنون أو سيبيونيت أو إننتيت، أي نوع 250 سستنون أو سيبيونيت أو إننتيت، every other day EOD، every other day معناتها يوم إيه يوم لا، يوم وترك، تمام؟ المادة الثانية هي عبارة عن 200 ديكا every other day، 200 ميلي جرام ديكا اللي هو الديكا البطيء every other day، كمان يوم اي يوم لا. 3 حبوب انافار يوميا، يعني 30 ميلي جرام يوم انافار يوميا، بالإضافة ل 5 يونت GH يوميا، بتتوزع 2.5 الصبح أول ما تفيق و 2.5 قبل ما تنام، تمام؟ أنا هيك كنت موزعة وهيك الكابتن مشاني عليا، كان 2.5 الصبح أول ما فيه 2.5 قبل النوم، أوكي؟
وكان 1 ميلي جرام أريميديكس أو ليتروزول. ليتروزول مستخدم في أمريكا أكثر من عنا. هون الناس تعتمد على الأريميديكس، فيه هو اختلاف بسيط بيناتهم، بس هلأ الفيديو مش موضوع الشرح، أنت اللي بتلاقيه خده تقريبا نفس النتيجة، تمام؟ فإذا كان 1 ميلي جرام أريميديكس أو ليتروزول 3 مرات بالأسبوع، كمان every other day، يوم إيه يوم لا، تمام؟ هلأ الأسبوع من الأسبوع العاشر للأسبوع السادس، يعني الأسبوع 10، الأسبوع التاسع، الأسبوع الثامن، الأسبوع السابع والأسبوع السادس، كان كالتالي: بنبدأ 250 جرام تستوستيرون، نفس الموضوع إن كان سيبيونيت أو إنتيت أو ساستيرون، أوكي whatever، أي واحد من هدول الثلاثة، بالإضافة ل 100 جرام ترينبولون أسيتيت. ترين أسيتيت مش البطيء، الترين السريع، أوكي every other day، يوم أي يوم لا، بالإضافة ل 200 جرام بولدينون اللي هو الإيكيبويز، كاتب POD أنا هون بالغلط، بولدينون اللي هو إيكيبويز 200 جرام يوم أي يوم لا، يعني عندك 600 بالأسبوع. ونفس الشيء بالنسبة للجي إتش، كمان 2.5 IU الصبح أول ما في، 2.5 IU قبل ما نام، تقدر تأخذ قبل التمرين كمان بالمناسبة، يعني قبل التمرين كمان هو واحد من الأوقات الحلوة لأنك تأخذ جي إتش. ونفس الشيء بالنسبة للأرميديكس، حبة واحدة يوم أي يوم لا، أوكي. هذا السايكل الثاني اللي مشينا عليه. السايكل الثالث هو الأسبوع السادس، الأسبوع الخامس، الأسبوع الرابع، الثالث، الثاني والأسبوع الأول، أوكي. بيبدأ كالتالي: التستوستيرون صراحة أنا كنت حب غير للبروبيونيت، وأنا بحب البروبيونيت أكثر، بس نفس ما حكيت لكم خلاص أنا ماشي مع كابتن بيقول لي امشي هيك بمشي هيك، فمشاني هو كل السايكل على ساستينون وإنتيت وسيبيونيت، فمشيت عليه. ومثل ما حكيت لكم يعني انتوا شفتوا الصور بالفيديو، النتائج كانت كتير حلوة الحمد لله. إذا 250 ساستينون أو سيبيونيت أو إنتيت every other day، يوم أي يوم لا، بالإضافة ل 100 ميلي جرام، كنت حقول 100 جرام، 100 ميلي جرام ترينبولون أسيتيت، نفس الترين every other day، نفس الشيء تماما. آخر أسبوع بس، آخر أسبوع في السايكل بيصير بشكل يومي، تمام؟ أنا كنت مجهز على بطولة هذيك الفترة، فآخر أسبوع قبل الشو بيصير بشكل يومي قبل البطولة، تأخذ كل يوم ضربة ترينبولون أسيتيت. وهذا كتير، أنا عم بحكي على واحد عم يجهز على بطولة، أنت أنا ما عم أقول لك تروح تأخذ مثل ما أنا كنت أخذ. أوكي، المادة الثالثة هي 100 ميلي جرام ماسترون every other day. هلا الماسترون أنا كتير بحبه صراحة. الماسترون بيشتغل شغلة بتشبه شغل البروفيرون في الجسم، يلي بتمنع التثدي، بالإضافة لأنه بتخلي شكلك هارد، صلب، يعني بتلاقي العروق طلعت والجسم نشف. كتير كتير أنا بحب الماسترون، دخلناه آخر 6 أسابيع 100 ميلي جرام every other day، يوم أي يوم لا. وينسترول 50، يعني ضربة واحدة ميلي واحد every other day، 3 ضربات بالأسبوع بس، 150 فقط، ما كان كتير. ونفس الموضوع مثل الترينبولون، آخر أسبوع بيصير يوميا لمدة 7 أيام، تمام يا جماعة؟ هلا بقى جماعة الهرمونات، إذا بدك تسبسب بلش، يعني أنا خلصت، هلا بقى إذا بدك تروح تحكي ابدأ، تمام يا جماعة؟ هذا اللي عملته بالضبط آخر 6 شهور، لتحولت من النتيجة اللي شفتوها في البداية للنتيجة اللي شفتوها بالفيديو الثاني، وفضل الله تعالى أنا مبسوط كتير بالنتيجة. كانت واو يعني؟ لا، أنا بتوقع أنه كان في أفضل من هيك بكتير. أنا كتير مبسوط مع هوان موريل، أنا بحبه جدا، لهوان إنسان بجنن، ولكن أنا بتوقع يمكن ما اشتغلنا مع بعض فترة كافية لأنه يعرف جسمي. أتوقع يمكن أنا ما التزمت 100%، مع أنه والله كنت أتذكر أني كنت ملتزم 100%، يعني ما كنت خرب أبدا، حتى مرة بتذكر مرة من مرات يعني كنت بس اللهم مسبق وجبة على وقتها، حاطت وجبة بوقت معين بدل وقت معين، بعت لي إيميل قال لي you're slacking، قال لي أنت عم تلعب في الدايت، عم تخرب، قال لي أنا قلت لك الوجبة كذا الساعة كذا، ما تأكل قبل بساعة ولا ساعتين، قلت له جوعان والله وفكرت أنه الأمر عادي، تمام؟ فقال لي لا مو عادي. المهم طيب هلأ موضوع يا ترى أنه في سر للتحول ولا لا؟ أنا يا جماعة كنت عطول أحكي أنه لا ما في سر، الشغلة ما بدها أسرار، بادي بيلدينج ما فيها أسرار، البادي بيلدينج كلها من يعني عبارة عن التزام، وبتمشي على الدايت مزبوط بتلاقي نتيجة مزبوطة. ولكن مرة حضرت فيديو لكابتن جورج فرح، وبنصح الكل يحضر هالفيديو هذا،
الفيديو هو عبارة عن محاضرة مع جورج فرح. هلا بس تخلص هذا الفيديو روح على يوتيوب اعمل سيرش بتلاقيه، محاضرة مع جورج فرح في الكويت، تمام، مع الكابتن جورج فرح في الكويت، قاعدين عم يحكوا، يمكن المحاضرة طولها شي ساعة ساعة ونص، منا قصيرة يعني، ولكن صدقني هالمحاضرة من أحلى الفيديوهات اللي راح تشوفها في موضوع البادي بيلدينج. أنا واحد من الناس اللي استفدت منها كتير كتير كتير، وكابتن جورج فرح كان فعلا بهذيك المحاضرة من النوع اللي ما عنده شيء مخبى، يحكي كل شيء ستريت فورورد، وحكى معلومات كتير مفيدة وقتها. وجورج فرح ما شاء الله عنده أبطال يعني، عنده ناس أولمبيانز، ما محتاج يعني تعريف، تمام. ولكن من ضمن ليش عم بحكي عن هذيك المحاضرة بالضبط، لأنه كان من ضمن الأمور اللي حكاها هذاك الوقت إنه في ناس بتحكي عن موضوع إنه يا ترى شو السر في بادي بيلدينج، شو السر، شو اللي عم يعمله اللي ما حدا بيعرفه. فأنا هون يعني عم بقتبس من كلام الكابتن جورج فرح، قال شغلة حلوة، قال أنتوا بتفكروا في سر، طيب معلش أنا بحكي لك شو السر. كان عنده لاعب اسمه برانش وارن، ما بعرف هلا اعتزل يمكن برانش وارن، أتوقع صار له كم سنة واقف. برانش وارن كان مسافر من ولاية لولاية، تمام؟ متصل فيه وما عنده وقت تجهيز، كان يمكن بقيله 14 15 15 أسبوع على البطولة. فكان مسافر من ولاية لولاية تانية وبقيله لسه شي 15 أسبوع على البطولة. متصل بكابتن جورج قال له أنا بالمطعم الفلاني وما عندي بدل ما عندهم شو اسمه ستيك، بدل ستيك ممكن أخذ كذا، يعني بدل ممكن بدل هالوجبة على هالوجبة بنفس الوزن بنفس المواصفات. متصل له من ولاية تانية وهو لسه 15 أسبوع out، يعني 15 weeks out، يعني لسه باقي له 15 أسبوع على البطولة. متصل له من ولاية تانية عشان يسأله معلش بدل هالوجبة هاي بهالوجبة هاي، تمام. فقال هذا هو السر، هذا هو السر، التزامك هو السر. حكى كمان شغلة حلوة على كاي جرين. كاي جرين كان من النوع اللي اجت فترة من الأوقات جسمه ما عاد يضخم، ما عاد يكبر أكتر عن 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 اللي هو، فقام عطاه وجبة كل أسبوع، يمكن وجبة مفتوحة ولا وجبتين، نسيت والله شو عطاه، شغلة كل أسبوع يعني، المهم تشيت ميل، تمام. فكاي جرين ما كان من كتر التزامه ما كان يأكل حتى التشيت ميل، يلتزم بالدايت تبعه، وهو أساسا ما عنده تجهيز، كان أوف سيزن، تمام. يعني واحد اوف سيزن ما عنده تجهيز، الكابتن تبعه عم يعطيه تشيت ميل، ما عم ياكل التشيت ميل من كتر الالتزام. فقال انتم بدكم تعرفوا شو السر، هذا هو السر، التزامك بالدايت بشكل مجنون هو السر. وقت اللي عندك يكون خطه تمشي عليها كانه يعني ابدا قوانين تمشي عليها كانه قوانين، هذا فعلا يمكن يكون السر. الجماعه اللي بتحكي انه لا في سر في بادي بيلدينج، لانه الناس حكت مليون مره يا اخي والله ما في سر، بتمشي بتلاقي نتيجه، يعني بتعمل دايت مظبوط بتنشف، بتعمل كارديو بتنشف، بتتمرن بقوه وبتاخذ المواد اللي عم ناخذها بتكبر، يعني ما في سر. علم 1+1=2، بتاكل هالقد بصير هالقد، بتاكل هيك بصير هيك، تمام. ففي ناس سبحان الله لا مصره انه في سر، طيب يمكن هذا هو السر، يمكن التزامك بشكل يعني ستريكت على الاخر بشكل صارم جدا، اتوقع هذا هو السر. لانه اذا فعلا مصرين انه في سر، طب خلص معناته خلص معناته لقينا السر. ورجيني التزامك بشكل صارم وانت يعني فعلا حاطط هدف بانك تحقق مستوى ما وصلت له من قبل. صدقوني يا جماعه كل واحد عم يحضر الفيديو هلا، ما بعرف قديش طول الفيديو، طول كتير سامحوني اوكي، ولكن شفتوا ما ضيعنا وقت، يعني معلومات كلها مهمه. انت سبب انه عم تحضر هالفيديو معناته انه انت بدك توصل نتيجه، او انه عندك وقت ضايع بدك تتسلى فيه، اوكي. اذا انت عندك وقت ضايع تتسلى فيه بتشكرك كتير، عملت لي فيوز الله يعطيك العافيه. ولكن اذا انت بدك نتيجه وجاي تحضر هالفيديو وكل هالوقت هاد تسمع علشان تحقق نتيجه، هي حكيت لك بالضبط شو تعمل، تمام يا جماعه. بتمنى تكونوا سيريس في البروجرس تبعكم، تكونوا جديين في المشي تبعكم، في الالتزام تبعكم، في الخطه تبعيتكم اللي تكون توصلوا فيها، تمام. انا هلا عملت عمليه من تقريبا 6-7 شهور، عملت عمليه هون تمزق، حكيت علي وتمزق هون، ليك التراي عندي كيف هون وليك التراي عندي كيف هون، في فرق كبير، حتى مبين العمليه يمكن محلها لسه ظاهره، تمام. ولكن هل هالشي وقفني؟ لا،
رجعت الحمد لله رب العالمين، وهلا عم بتمرن صار لي تقريبا شهر ونص، وشوي شوي 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 عم بعمل بروجرس، وراح ارجع اعمل فيديو تاني ان شاء الله كيف اعمل لكم بروجرس احسن من اللي قبله. دائما خليك جدي، وخليك خلي عندك اصرار انك توصل لاحسن نسخه من الشخص يلي انت هو. عرفت؟ يمكن ما تطلع على اولمبيا، بس بتقدر توصل لاحسن فيرجن بتقدر توصل له، احسن مستوى انت بتقدر توصل له بكل شيء في الدنيا، ان كان بودي بيلدينج ولا ان كان لا، كانسان، كخلق، كبزنس، باي شيء. حاول توصل لاحسن نسخه من شخصك. تمام يا جماعه، ما بدي اطول الفيديو اكثر من هيك. بتمنى حكيت، بتمنى اكون يعني منفتح امامكم 100%، صريح معاكم 100%، ما خبيت ولا شيء نهائيا. تمام يا جماعة، بتمنى الفيديو يكون مفيد. مثل ما حكيت، هالمعلومات اللي سجلتوها ارجع احسبها انت ورتبها بحيث يناسب وزنك وجسمك وهدفك. مشكورين على المتابعة، وبعتذر كتير اني طولت الفيديو، وبالتوفيق. باي.